بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا لا تجعلنا ظالمين لا لأنفسنا ولا لغيرنا، آمين يا حنان يا منان يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان في ملك الرحمن. يقول فأعرضوا يسون ديتورني دو شومان ديفان، فأعرضوا فأرسلنا عليهم، يعني رجع لهم ربي صفعهم باش سيل العرم بأمر اللي قلنا سد مأرب أن ينفجر ويقطع الطوفان في ميكا ويهز من بشر ومن غنم ومن بقر ومن إبل وما وهز حتى المراكب والمجر وهز النباتات التي من قلعت بقوة السيل العرم. وبدلناهم، وزيد نكبة أخرى، ربي نحالهم اللي كان سبب باش يكونوا متنعمين في حياتهم شاكرين شيء آخر اللي فيه تمرميدة كبيرة. واليوم الكرب ربما قادمين على تمرميدة أكثر من يوم فيها. قلنا لكم يا توانسة راكم ما كونش فاهمين رسالة الرب حين يضيق عليكم الخناق وغير وتتغير معاشكم إلى عذاب وترتفع الأسعار ويطنح الرحمة من القلوب والغش واللي عملة رائجة والزنا بلا حساب، أبناء وبنات الزنا يكثر عددهم بصفة مهولة، والأوبئة بلا حساب، أوبئة في الأخبار الفيك نيوز وغيره وغيره. هذا كله قلنا لكم علامات كما الجراد على فرعون، كما الضفادع على فرعون. أنتم فراعنة صغيرات، ربي يعطاكم كما تقولتي محن صغيرات رحمة بكم. قل لكم ما عليكم كان تجمع أمركم وتقولوا ما بالنا لم نحقق أحلامنا. تو بشوية بشوية البحوث تكثر، ما عندكم كثير من الناس عندهم اختصاص في البحوث، يلاقوا أسباب الشقاء وأسباب الخيبة السياسية والأزمات الاقتصادية وغيرها ودبلوماسية وكذا. فما ناس عندهم اختصاص، ربي أهلهم باش يبحثوا لكم على أسباب الخيبة المتنوعة المتشابكة أطرافها وهلم جر، وتخرجوا تقولوا الآن أنا الأوان مش نار إلا الرحمة. وحلقناكم كم من مرة يزيكم من نومة طويلة، أراكم ماشيين للفينجا العامي وفينجا الدنيا، ربما تتكوى في فينجت الحياة البرزخية ويتم عليكم وقت ربي بفينجة جحيمية، نسأل الله السلامة، آمين يا ربنا يا كريم.